في الحرب العراقي الإيراني كنا بنؤتي معلومات استخباراتية لصدام حسين. بعد الانتهاء الحرب العراقي الإيراني الأمريكا كان يتفكر أو يزعم إيران سيسقط، ولكن كل مرة إيران رفعت مكانته اقتصاديا ودفاعيا، وعندنا صواريخ، عندنا حاجات مهمة نحن بنصنع بأنفسنا. ربنا يزيدكم يا استاذ سفير، بس أكيد أنت ما نسيتش برضو، لأن احنا متهيألي من جيل واحد، ما نسيتش موضوع إيران كونترا، مش كده؟ حضرتك أكبر مني سنا عمرا، يعني لكن من جيل واحد، أنا أكبر منك نعم. عمرا وحضرتك نعم. أكبر مقاما، نعم، فأكيد ما نسيتش إيران كونترا. نعم كونترا، فاكر إيران كونترا؟ نعم. عندنا فرصة أحكي هذا الموضوع؟ يعني أقول لك أمريكيين أرسلوا لنا رسالة، نحن نحبكم، عايزين نمنع نفتح العلاقات. ها؟ قلنا إذا أنتم عندكم صداقة، هاتوا وزير اللي كان مسؤول مهم، نسيته اسمه أوليفر نورث. لا أوليفر نورس كان الشخص آخر، لا أكبر منه، كان في الطائرة. أوليفر نورس كان شخص بسيط وكان على العملية تحت إشرافه. جاء مسؤول الكبير في داخل طائرة شحن، داخل طائرة شحن نزل على إيران وعنده كيك، التورتة كبيرة، جاب تورتة، تورتة وجاي صلاحكم بالتورتة وبالشكل مفتوح. احنا ده انتوا بتتصالحوا بتورتة. لا شوف نظرتك، احنا ما قبلنا توتة، ولكن كنا نريد نفزه الامريكا امام العالم، ونقول بالصوت العالي للعالم ان امريكا هي التي تسعى لايران، هي التي تسعى الى ايران. احنا يعني هذا طبعا هذا مجال دبلوماسي، وإذا أي مسؤول الأمريكي الرفيع المستوى يحضر إلى إيران بهذا الحالة وفي داخل طائرة شحن، هذا يعتبر قوة الإيران. شيء يشينه، طبعا شيء يشينه. طيب يعني الحديث مع حضرتك شيء. الحل حضرتك تروح إيران. خلاص بقى، ما احنا رايحين إيران بقى، ولا أنت عايز ترجع في الموضوع ده؟ وطبعا أنا عايز أقول على حاجة، أنا بعد ما أخلص اللقاء ده على طول هسأل سيادة السفير عمره كم سنة بالظبط، عشان خاطر هو بيقول إن أنا أكبر منه سنا. لا عندي البطاقة على صحتي، هنطلع بطاقة مع بعض. طيب عايز أقول يعني قبل ما ننهي اللقاء، تحب حضرتك احنا عندنا حوالي 10 ثواني من السؤال اللي سئل لي في استطلاع الرأي، أرجو إننا نشوفه مع بعض على الشاشة قبل ما ننهي هذا اللقاء. العلاقات بين مصر وإيران؟ لا انا ما بقيتش العلاقات بين مصر وإيران خالص. هل تؤيد عودة العلاقات بين مصر وإيران؟ لا ما أيدهاش. هذا كلام كله كلام واحد، لا تلعبوا مع الناس، هذا كلام واحد وبين لهجة واحدة، وانا قلت اسألوا لا اسألوا واحدة بالسؤال. طيب بص يا سيد سفير، على كل حال انا انتم حر، يعني انا هبعت لك سيدي كل التسجيل اللي تم كما هو، يا ريت يعني يساعدني في الفحم. بس هطلب منك في حالة نعم. اذا جالك السي دي وعليه هذه اللقاءات اللي انت حضرتك هتاخدها على الدي في دي وانت نعم. خارج النهاردة نعم. وطلع ان احنا صح وحضرتك عفوا على خطأ، هطلب أكيد. منك انك أكيد. تكلمني وتعتذر لي على الهواء. اكيد، ولكن اقول لكم برزو على الهواء، لو طلعنا غلط هنكلمك نعم. على الهواء. انا عامل تليفون لكم وعلى الهواء اقول لكم، ولكن إن أي قناة أنتم ما عملتم باستطلاع بشكل علمي. إحنا ما قلناش بشكل علمي، نعم. إحنا عملنا يعني استطلاع. أنت حضرتك يعني كذبتني في أنتم بالسؤال. ممكن عملتم هذا موضوع، أنتم عملتم 100 استطلاع و20 منه طلع سلبي وعملتم بإزاعته. تصدق هل ممكن هذا يعني ولا تصدق إن أنا شلت الحاجات اللي أنا بنفسي شلتها اللي كان فيها هجوم شديد على إيران وهبعتها لك، وكلها هتبقى عندك ماشي. هتبقى عندك وانا يعني منتظر مكالمتك. انا اعرف منتظر مكالمتك على الهواء الخميس الجاي ان شاء الله. خلي تليفون او اتكلم مع البرنامج. بشكر سياده السفير. انا اشكرك أماني. انا اشكرك واعتذر من صراحه اللهجه.